الإمام السجاد سلام الله عليه كان في المدينة، اجوا للإمام استدعوا لمسرف ابن عقبة المري. مسرف كان يتوعد الإمام لأفعلن ولأفعلن وأمثل وأقتل، ويعتبر رأس النفيضة وقمة الهرم بالمعارضة، مو شيء يعني، هو بعد قمة الهرم بالمعارضة. يقول أدخل على مسرف ابن عقبة المري نبزت شفاهه الغر ببعض الألفاظ ما تسمع الناس، ما تعرف شو الموضوع. دخل وإذا به تعتريه الرعدة، قام بوجهه، استقبله استقبالا حفيا، أجلسه إلى جنبه، سأله أخبارك وضعك، وما حد ضايقك، ما حد مسك، ما ماشي وضعك، بيتك عائلتك. وإذا بالإمام سلام الله عليه يشفع لبعض المحكومين بالقتل فيطلقهم مسرف احتراما لكلام الإمام. خلص هاللقاء. من طلع سئلوا لمسرف مرافقيه، قالوا له رأيناك توعدت هذا الغلام، توعدته بالقتل، أشو من دخل؟ ماكو شيء، ما شفنا شيء من هالقبيل. قال ليس بإرادتي، أخذ بمجامع قلبي، أمسكت يداي، أمسكت كل مقومات، ما أقدر أسوي شيء، مو بكيفي يعني، مو بإرادتي، لكن أنا ملئت منه رعبا. سئله الإمام السجاد سلام الله يعني، قال أنا من دخلت عليه قلت اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب العرش العظيم، ورب محمد وآل محمد، محمد وآل محمد، اللهم إني أعوذ بك من شره وأدرأ بك في نحره.